السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي وقناتكم مطبخ كلوك أو كوزين كلوك. دائما وكالعادة مع الوصفات، بالنسبة لنا اليوم فضلت نشارك معكم وصفة بورك بالكروفات أو القمرون أو الجمبري. كان سبق لي وحطيت لكم وصفة، بصح وصفة نتاع البورك بالجمبري، بصح هذه وصفة مختلفة، إن شاء الله وصلتنا لعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفة ما عليكم إلى الضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة. يلا تشوفوا معي المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، نحتاج إلى 3 بصلات مقطعين إلى قطع صغيرة، نحتاج إلى 250 غرام من القمرون أو الكروفات أو الجمبري، نحتاج إلى فلفل أسود، قليل من الملح، المعدنوس، الثوم القصابي اللي هو لاسيبولات. هذا بالنسبة للحشو. ونعود نحضره كريمة البيشاميل. بالنسبة لكريمة البيشاميل، نحتاج كاس الحليب اللي يفد 250 مليلتر، ملعقة ونصف تاع الفرينة، ملعقة كبيرة، هذه الملعقة اللي راني نعبر بها هي ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة تاع الزبدة، وقليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، ونحتاج إلى قطعتين من الجبن نضيفهم في الأخير. نبدأ على بركة الله في تحضير الحشو. نجيب مقلاة نوضعها فوق النار، نضيف هذيك البصلة، نعمل فيها قليل من الزيت والزيت النباتية، ونقليو فيها هذاك البصل اللي كنا قطعناه إلى قطع صغيرة. ماذا بكم تقطعوهم إلى قطع صغيرة مليح، ولا يكون عندكم أشواغ عملوا في الأشواغ، يكون طريقة تكون سهلة وتجيكم نتيجة أحسن. نخليو البصل ديالنا يتقلى جيدا حتى ياخذ اللون الذهبي. هنا هذا القمرون اللي شريته كان شويه كبير، حبيت نزيد نقطعه الى قطع صغيره باش ما يجيش كبير في الحشو. قطعته الى قطع صغيره، جاب هذا الشكل. بعد ما البصلة ديالنا تقلت لنا وخدات اللون الذهبي، ضفت عليها هذاك الكروفات، خليته يتقلى مع البصل. ونمروا مباشرة نحضروا كريمة البيشاميل. كأس من الحليب، ملعقة ونصف من الفرينة، ملعقة كبيرة من الزبدة، يعني عملت زوج ملعقات بصح زيت الحليب في الأخير. نتوما ديروا غير ملعقة ونصف باش ما يجيكمش القوام ثقيل. كمية من قليل من الفلفل الأسود، القليل من الملح، وزوج حبات من زوج قطع من الجبن، ونخلطه بالفوي حتى يتقال لنا هذاك الخليط ويطحال الكريمه والمذاق ديالها. المذاق تاع البيشاميل يجي رائع، فيه مذاق تاع الجبن. نقعدوا نحركوا باش ما يتكونوا لناش حبيبات، نحركوا بسرعه باش يذوب لنا هذيك الفرينه في هذاك الحليب وما يتكونوش حبيبات. بعد ما وجدت لنا كريمة البيشاميل، نمشي نضيف التوابل على هذاك الكروفات اللي خليته يتقلى مع البصل. نضيف عليه قليل من المعدنوس،
القليل من الفلفل الأسود والقليل من الملح. هنا إلا خديتو القمرون أو الكروفات اللي كونجلي يكون ديجا مالح، ما تكتروش الملح، بصح اللي يكون طري نديرو له الملح كما هنا درت له الملح. هنا نخلطو كمية من البيشاميل مع هذاك القمرون مع الحشو نتاع القمرون ونخلطوه. وهنا في الاخير ضفت له هذاك الثوم القصبي اللي يكون مجفف، الا يكون عندك طري من المستحسن يعطي ذوق افضل احسن، وقليل من عصير الليمون في الاخير، ونخليو الحشو يبرد تماما باش عاد نبداو نعمرو البريوات ديالنا او الديول ديالنا. هنا جبت ورقه تاع البسطيله، هذا جاهز جبته جاهز. هنا هاد الورق اللي يكون بين اوراق البسطيلات تقدروا تستحفظوا به، هذاك ورق الزبده استعملوه في حاجه واحده اخرى. هنا نلويها على زوج ونقسم في الوسط، قطع الى اثنين الى نصفين في الوسط باش تجيني العمليه سهله. ونبدا نعمر البريوات ديالي، دائما نديرو النصف دائره، هي تجي نصف دائره، بصح الجهه اللي تكون دائريه نديروها على جهه اليسار، ونديرو الحشو ونلويو هذاك النصف دائره اللي يكون عندنا نلويوه، ونبداو نشكلو في المثلث ديالنا، يجي ساهل. وهذاك اللي يبقى ندخلو، ما ندير لا فرينه لا والو، كاين اللي يعمل خليط من الفرينه والماء ويلصق به، هذا بلا ما تلصق ولا والو، دخلوا هذاك اللي يكون باقي لك تدخلوا لداخل ويقبط ما ينحل ما والو. هنا نواصل كامل نكمل البريوات ديالي ونفوت نقليهم مباشره في زيت ساخنه، لازم تكون ساخنه جدا. هنا دوق نحتفظ بهم حتى يقرب، تقرب المغرب وقت الاذان، باش عاد نبدا نقلي فيهم باش يجيو طريا. وهنا عملت الزيت سخن، خاصها تكون ساخنه جدا، خليوها تكون ساخنه
نتوما تحطوا البريوات نتوما نقصوا له شويه باش ما ينحرقوا لكمش. نقليوهم من الجهتين. هذه الطريقه سهله، كامل الناس كامله تعرفوها. ودائما نحضروا نعملوا صينيه فيها الورق تاع المطبخ هذاك اللي دي يمتص الزيت، نديروه كي نقليوه نحطوه مباشره في هذاك الورق باش يمتص كامل هذاك الزيت، ما يجيش البريوات ما يجيوش رافدين الزيت. هذا هو الشكل النهائي نتاع البريوات بالقمرون او الجمبري. ان شاء الله ستنال عجبكم، ان شاء الله هذه الوصفه عجبتكم وتجربوها وان شاء الله تخرج لكم. ما بقى لي نقول لكم خواتاتي الا دمتم في رعايه الله وحفظه، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، واستناوني في الوصفات القادمه ان شاء الله. سلام.